هذه البرقية من فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الاحتفال بمرور الذكرى 71 لعيد الاستقلال لمملكتكم العريقة والذي يصادف 25 من كل عام. لعظيم الشرف أن أتقدم باسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي شخصيا بخالص عبارات التهنئة والتبريكات وانتزازي السانحة لنؤكد لجلالتكم عمق علاقتنا الأخوية والصداقة المتميزة بين البلدين والشعبين، متمنين لكم دوام الصحة والسعادة ولأسرة الملكية وللشعب الأردني الشقيق تهانينا القلبية، وتقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا العالي إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد.